للحديث عن الموضوع مشاهدينا معنا من جدة الدكتور خالد محمد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. أهمية هذه العملية في المرحلة الراهنة على ساحل محافظة حضرموت لدحر أوكار داعش. أنا أعتقد أن العملية متصلة منذ زمن طويل، وخاصة برعاية من الإمارات العربية المتحدة نعم، في المناطق المحررة في الجنوب. المشكلة أن التواصل بين المناطق سواء المحررة في الجنوب والتي لا زالت تحت المناطق التي ما زالت تحت الحوثيين أو تحت الإدارة الحوثية، على أنهم وجدوا في جبال الجنوب ملاذا آمنا في كثير من المواقع، واستمرت ضربات توجه لهم سواء من الطائرات الدرونز الأمريكية أو من قوات للقاعدة. التحالف. نعم، نعم، وحاليا بدأ أن المعلومات الاستخبارية أصبحت أفضل سواء بالنسبة للقاعدة أو الحوثيين، لأننا نجد اليوم أن ضربات موفقة في المناطق التجمع وضد القيادات، و يعني واضح أن هناك معلومات أمنية دقيقة تصل إلى قوات التحالف تساعدها في تنفيذ هذه العمليات. ووجدنا أنه بالتوافق البارحة على سبيل المثال تم ضرب التجمع للحوثيين، التجمع كبير وفيه قيادات أمنية، عشرات القيادات الأمنية في موقع وزارة الداخلية التابع التي هو اليوم تحت الإدارة الحوثية في صنعاء، وفي نفس الوقت وجدنا هذه الضربات ضد القاعدة. هذا يدل على أن التحالف ازداد قوة، المقاومة أيضا الشعبية اليمنية تزداد قوة وخبرة، والمعلومات وهذا العنصر أساسي جدا تزداد دقة. نعم، في ظل ازدياد قوة القوات الأمنية اليمنية وقوات التحالف العربي، على صعيد آخر دكتور، ما هي أبرز نقاط ضعف أفراد القاعدة الآن في مناطق تواجدهم في اليمن؟ وأكثر نقطة خسروها أو شيء خسروه كان تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كانت له علاقات قوية معهم وكان يدعمهم ويزودهم بالسلاح والمعلومات، وكانت هناك شبكة تواصل بينه وبينهم وبين الحرس الجمهوري السابق. كل هذا خسروه. الحوثيين حلفائهم أيضا يتراجعون في جميع الجبهات، المآوي الآمنة التي كانت توفر لهم لم تعد آمنة. الشعب اليمني الذي كان في كثير من المناطق مضطرا للقبول بهم كأمر واقع لم يعد، واليوم أصبح يتعاون مع السلطات المحلية ومع التحالف في الإرشاد عليهم، ولذلك أنا أعتقد أن هذه الخصائص المتتالية أضعفتهم، وكل قيادي يتم القضاء عليه يزيد في ضعفهم ويزيد في تشتتهم. نعم دكتور، في ظل المعطيات الحالية على الأرض، وأيضا كما ذكرت حضرتك أنه توفر معلومات أمنية استخباراتية دقيقة من قبل قوات التحالف، كم من المتوقع أن تطول هذه العملية للقضاء على فلول القاعدة في اليمن؟ القضاء عليهم 100% قد لا يكون سهلا، لأنهم يتحصنون بالجبال ويستطيعون أن يذوبوا أنفسهم في أي لحظة وينتشرون بين السكان المحليين ويبقون على ما تحت الأرض، يعني موجودين ولكنهم لا يقومون بأنشطة حتى يجدوا أن الوقت مناسب ثم يعيدوا تجمعهم من جديد. ولكن الذي خسروه هو الوجود الفعلي على الأرض. إحنا في يوم من الأيام كانوا يحكمون المكلف ويحكمون سيئون، يحكمون كثير من مناطق في وادي دوعن، كانت لهم إدارة بوليس وكانت لهم إدارات محلية وكان حضورهم فوق الأرض يعني على الطاولة. اليوم لم يعد هذا الأمر حقيقيا، وأصبحت خلاياهم تبحث عن مأوى، وهذه تتكسر يوما بعد يوم حتى يصبحوا مجرد خلايا نائمة. وإن شاء الله عندما تعود الحكومة الشرعية بالكامل تستطيع أن تتعامل معهم كمشكلة أمنية. نعم، وليس كمشكلة يعني ميليشيات أو قوات يعني. نعم، شكرا جزيلا لك. حدثنا من جدة الدكتور خالد محمد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي.